السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن كيفية إنشاء أو عمل لوجو احترافي خاص بمشروعك أو شركتك. الموضوع ده بيتم عن طريق موقع اسمه app.logobunny.com. هسيب لكم لينك الموقع في الديسكريبشن تحت الفيديو. بعد ما بتضغط على اللينك بيفتح معاك الموقع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عندك هنا سيلكت لوجو ستايل، اختار الستايل اللي انت حابب ان اللوجو بتاعك يظهر بالشكل بتاعه، وليكن مثلا هنختار الستايل ده. تمام، بعد كده بيفتح معاك الصفحة اللي احنا شايفينها دي، في اكتر من باترن زي ما احنا شايفين. طبعا احنا مثلا لو هنختار ديفولت باترن بيظهر معانا الاشكال دي كلها، مثلا لو هنختار الامبوسيبل بيظهر معانا الاشكال دي. طبعا كل شخص بيختار الشكل او المتناسب مع مشروعه اللي حابب يعمله. وليكن مثلا المشروع بتاعي هيكون بيتكلم عن حاجة في التكنولوجي، فهنضغط على تكنولوجي هيفتح معانا الاشكال اللي احنا شايفينها دي. طبعا زي ما احنا شايفين كلها اشكال خاصة بمجال التكنولوجيا زي ما احنا شايفين، فهندور على الشكل المتناسب تحديدا مع المشروع اللي احنا حابين نعمله. وليكن مثلا هنختار الشكل، ده. تمام، وبعدين بنضغط على continue او استمرار، وهنا بيقولك اختار لون للوجو بتاعك، وليكن هنختار اللوجو ده اللون ده. تمام، وبعدين نضغط على continue او استمرار، وبيقولك هنا الكمباني نيم او اسم الشركة او مشروعك، هنسميه مثلا علي تمام تك. تمام، ونضغط على done وcreate my logo او انشاء اللوجو بتاعي. تمام، هيظهر لك زي ما احنا شايفين ظهر علي تيك وشكل اللوجو. طبعا ده مش اللوجو الوحيد، في عندك هنا بتقلب زي ما انت شايف اشكال كتير جدا زي ما احنا شايفين، وبتختار اللوجو المتناسب معاك او اللي انت شايف ان هو فعلا يعني يناسب مشروعك او شركتك. وليكن مثلا هنختار مثلا، طبعا انا بوريكم الاشكال الكتير جدا والمتعدده، وليكن مثلا هنختار مثلا الشكل ده مثلا. تمام، اخترنا الشكل ده، خلاص بتقدر تعمل سيف زي ما احنا شايفين على اليمين، تضغط على سيف بيتسيف معاك اللوجو بتاعك. مثلا انا حابب اغير في الشكل، تضغط على ايديت لوجو، في خطا املائي عندي في الكومباني نيم، او عايز اغير في اللون او اغير في شكل الايقونه او الشكل او الخلفيه بتاعه اللوجو بتاعي، بتضغط على ايديت وبتقدر تغير في الشكل زي ما احنا شايفين. طب وبتقدر زي ما احنا شايفين في اشكال كتير جدا موجوده عندك ومتاحه تقدر تختار بينها. ده كان فيديو النهارده في كيفيه عمل لوجو احترافي لمشروعك. ارجو لو استفدتوا من الفيديو ومش مشتركين في القناه تشتركوا وتفعلوا زر التنبيهات، لاني بنزل فيديوهات كتير ان شاء الله تنال اعجابكم. شكرا جزيلا على المتابعه.